رجال ماني بحبه بالحيل، ورجال ثقيل طينه ما ينبلع حقيقه. يوم من الايام طالع من المسجد الا هو يلحقني، وقف وقف وقف، انا والله اني استغفر يا رب يا رب يا رب يا رب، الله يعني يخف يعني، فهمتني؟ ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. المهم جاني الاخ هذا، هذه ترى الموضوع هذا مهم جدا. نعم تفضل. المهم كنت خايف منه حقيقه، ما تدري ايش راح يقول. لا لا، لانه يعني لما يسولف معك ما يخلص، اوه وسواليفه مكرره، فهمتني؟ ويمسكك ويمسكك ولما يجي يسولف معك يقرب منك لين تيجي خشيته، تعرف ايش معك؟ مرقوق، مطازيز، حلا، ماكل جح، خشيته قريبه مره، ولا ثوم، يقربه ما شاء الله. هذا الاخ وانا قاعد استغفر يا رب الحقني، وصلني وصلني وصلني، ووقف وقف. وخايف من البصل الان؟ خايف من يا قبل ساعه نص ساعه وانا وراي شغل. لما جاني المره دي ما يبغى مني شيء، جايب لي هديه مصحف، قال تفضل هذا هديه. الله والله من يعني بعدها انا صار اي واحد يعني احسن الظن من الناس، معليش لا تستعجل. وهي اصلا الله يقول ان مع العسر يسرا، صدق هذا يلحقك من الذات يعطيك مصحف، هذا يسر عظيم. ولو هديه وش مصحف ما في اغلى منها. وكان حتى عند بعض السلف يقول يعني يكون بيني وبين الرجل شيء ما هو الا ان يقابلوني يقول كيف اصبحت كيف امسيت، يعني تؤثر السؤال عنك الهديه هذه الان صار لها اثر. الرجل والله يعني اثر في هديه، وانا الرجل كنت فاهمه فهمتني غلط. الى اخر، فلا يستعجل واحد بان ياخذ موقف ضد الناس. جميله هذه، ما يدري وش اللي عندهم. صدقت والله هذه فعلا نستفيد منها درسين. اولا درسين بس انا استفدت اثنين. انا اقول اثنين وانت اعطيني. انا استفدت من ناحيه انه مثل ما قلت الان نحسن الظن، ليس كل افعاله سواء. والشيء الثاني انه بمجرد ما يبدا الشخص يبتسم في وجهك يهديك وتهديه وتعطيه تزيل تلك اذابه الجليد الهدية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان يؤثر. تهادوا وتحابوا. الله أكبر.